الفنان محمد خير الجراح، أهلا وسهلا فيك على هوا إذاعة نينار اف ام. الله يسعد اوقاتك انت وكل مستمعين اذاعه نينار اف ام. ويسعد أوقاتك أستاذ. أستاذ محمد، حاليا أنت متواجد بالأردن لتقديم عمل استعراضي بمهرجان جرش اللي راح يكون نعم نهار الأربعاء على مسرح الساحة الرئيسية، وبحسب ما صرحت هو أول مشاركة خارج القطر. فينا نعرف شوية تفاصيل وشو هي التحضيرات حاليا؟ هلا نحن الحقيقة أنا يعني بدي يعني عم بعمل أغاني في شيء ناقد وفي شيء وجداني وفي شيء طريف عم بعمله، ووقت اللي عملت إطلاق الألبوم السنة الماضية دمجت معه لأن حولته ما بس من أغنية مسموعة، حولته لحالة استعراضية ضفنا عليها مجموعة من الشباب والصبايا اللي بيرقصوا أو بيعبروا عن هاي الأغنية معي. بديت الفكرة انه نحن تقديم هلا الحقيقة انه هاي القصة استهوت كثير الناس اللي شافوا الفكرة وشجعوني انه انا يعني كمل فيها، وانا كنت عم حاول يعني عم حضر فعلا اعمل اكثر من ايفنت يعني بهذا الخصوص، وثابت انه انا كنت بالاردن باول السنة عم صور مسلسل لفرق تلفزيون رؤيا، التقيت بمدير مهرجان جرش وقال لي انه نحن مهتمين انك انت تيجي تعمل عنا هذا النشاط. اللوحات عباره عن اغاني من اغاني الناس اللي بتعرفها انا عاملها، نعم، مثل الدايق، مثل دفش، مثل نعم، بقلو، مثل عرم، مثل وعد الرجال، راح يسبق كل غنيه مشهد تمثيلي نعم مدته بين دقيقتين لثلاثه بمهد لظهور الاغنيه على المسرح اللي راح تتقدم بشكل استعراضي. حلو، كل جمعناهم كلهم هدول مع بعضهم، عملنا عرض مدته حوالي ساعة يتضمن 10 أغاني، يعني 10 لوحات فنية راقصة بنوع يعني ما بعرف شو بنسميه، مونولوج راقص، مونولوج استعراضي، هيك شيء. تمام. أستاذ محمد، هذا النوع من العرض قدم مؤخرا بسوريا بالرغم أنه ما أخذ ضجة كبيرة، وأنت اعتبرته أنه أساس المسرح الشعبي. شو سبب أنه هو ما أخذ هي الضجة الكبيرة برأيك؟ المسرح الشعبي تماما، انه انت وقتها صرحت انه هو حيكون انا اساس. وقت اسست فرقه مسرح سوريا فكنا عم نعمل عروض مسرحيه، هلا نحن هذا اللون عم نشتغله شيء ثاني، لا هو اللي صار نحن كنا مقلعين والعرض بالعكس كان مقلع وماشي، حتى النار كانت معنا بكراعي تمام، اكيد لهذا العرض سلطان زمانه، لكن للاسف نحن اجانا مجموعه ظروف على راسها كان الكورونا اللي خلانا نحن مقلعين، كنا عاملين شيء 40 عرض خلانا نوقف بشكل مطلق نهائي ونقول مثلا اسبوع 10 ايام شهر، بعدين طالت قصه صارت سنه وبلشت يعني تبرد همتنا، هي اجى بعدها موضوع قيصر كمان صعب الحياه ظروف علينا، خارجه أسعار عن السيطره انهيار كمان. اسعار الصرف يعني بشكل عام صعبت نعم، القصه على انه تقدري ترجعي تعملي عرض، لانه يعني حتى انك تجيبي حدا سبونسر يدعم هيك مشروع غير متوفر حاليا بسوريا. نعم، بسبب الأوضاع هلا اللي عم تعيشها سوريا أكيد. يعني بسبب ظروف نعم الحصار وال أكيد يعني أكيد، الحالة متعبة، يعني ما يعني خلينا نكون شفافين وواضحين، نحن حالتنا يعني تعبانة، بدنا نستنى شوي نصبر قليلا نشوف حتى يكون في طريقة نقدر ننتقل فيها لأرض أفضل من اللي نحن فيها، كلنا على بنتمنى أساسها ممكن ترجع تعود النشاطات اللي من هذا النوع، النشاطات الخاصة، لأن نحن نشاطنا خاص، نحن لسه تابعين لجهة حكومية، وأنا إذا ما كان في عندي من يغطيني ماديا ما بقدر اعمل نشاط، والسبونسر أكيد هلا ما عم بقدر احكي مع حدا قال له اعطيني مبلغ معين لندعم هيك نشاط، اذا حواليك انا جاهز اجي يلا ننزل اعمل حفله بحلب ان بالشام. شاء الله ان شاء الله بنتمنى قريبا. الفنان محمد، خلينا شوي هيك نكون هيك نتجه لسؤال، شو اللي خلى الفنان محمد يتجه للغناء، وهل هو وجد حاله مؤثر اكثر بالتمثيل ام بالغناء؟ لا انا لا ممثل اولا، والغناء اللي بغنيه غناء تمثيلي، غناء يعني تمثيلي ما بس عاطف غناء استعراضي. نعم غنيه، ممثله بمسرحه بنشوفها بتعبر حتى بطريقه بس انه الاداء الفكرة كيف مختلف عن طلعت؟ الاداء الفردي او الغناء الدافع كان الاستمتاعي للاتجاه هذا اللي العالم تعمله وقت تسمع غنيه، لا نوع مختلف، قالب غنائي خاص كان متداول ب خاصة بالستينات سبعينات القرن الماضي، نعم زوى وراح ونام ومدري شو، نحن هلا حاولنا نعيد احيائه وطورناه واخذناه باتجاه شكل استعراضي اكثر، نعم، لحتى يكون ما بس يعني مسموع، ما
بلوى مشاهده، وبالتالي وقت تصير في قصه مشاهده لازم ينضاف عليه دراما، وبالتالي هذا النوع اللي احنا عم نشتغله هو عمليه دمج بين الدراما وبين الغناء والموسيقى. تمام استاذ، خلينا هيك ننتقل شوي لموضوع تاني. عم يقال انك نقلت اقامتك لدبي، هذا الكلام صحيح؟ هلا مش بس نقلت اقامتي لدبي، انا حاليا مقيم بدبي بسبب انه انا صار عندي شويه شغل ثاني. عم بشتغل بدبي، مش قصه نقل اقامه نهائي. انا بروح وبجي على سوريا، انا بلسه لفتره طويله ما نزلت. تمام. بسبب انه انا عم بيكون في عندي شغل متتالي، كان بدبي او برا دبي. بس لا يعني هي بجميع الاحوال رح تكون مؤقته مش دائمه. مش دائمه، في عوده الى سوريا قريبا ان شاء الله. ان شاء الله، لا والله يعني ما ان شاء الله بشهر 9 نازل. ان شاء الله نشوفك بخير يا رب. خلينا هيك نروح شوي للأعمال الدرامية. هلأ كتير درجت بالأخير الأعمال المشتركة السورية اللبنانية، الفنان محمد اختار الأعمال المشتركة الأردنية. شو السبب اللي خلى الفنان محمد يتجه للأعمال المشتركة الأردنية؟ ما هو الحقيقة السبب إنه أنا هيك انعرض علي، يعني أنا انعرض علي عملت عمل مشترك عربي إنتاج الإم بي سي من سنتين، صورناه بتركيا، كمان كان فيه لبناني وسوري وبالأردن. الحقيقه اني يعني عم تصير هيك الخيارات، العروض عم تصير من هذا الباب، ولا ما في مشكله لا مع هذا ولا مع هذا. نتيجة العروض هي اللي بتقدم واللي تكون مناسبة بيتم العمل عليها. ايه طبعا طبعا. تمام. كمان سبق وانتقدت انت الدراما التركية المعربة، فهل هذا الانتقاد هو تأكيد منك انك انت مستحيل الفنان محمد يشارك بالدراما التركية المعربة؟ لا ماني ضدها، انا بس ضد مش انه انا الحقيقه عم خلينا ناخذ القصه من باب نقدي تحليلي، ناخذ القصه لارني احسن، ما مشان نلغيها، يعني لازم هي الفكره حلوه لكن انا شايفها يعني فيها عيوب ديفويات لازم نتلغاها، مشان هيك انا كنت عم بنتقدها او عم بوجه علي، ولا هو نوع من انواع العمل والشغل الموجود بكل ارضي، بس هو دائما وقت بتوجهي ملاحظه وبتوجهي نقد بتكون رغبه منك بانه نحن نروح للارض الاحسن، هي الفكره. أكيد ما عندي مانع إذا صار جاني شغل بدي أشتغل وديروا لحظات، يعني هدول حتى للجهة المنتجة بدي أشتغل معها أكيد ما راح أخاف منها وأرجل منها. هي شوية انتقادات لأمور معينة خلينا نقول كانت يعني. إيه يعني أول شيء شلون عم بيصير، ليش عم تنعمل هونيك؟ يعني هذا السؤال لازم نعمل. هلا ما بمنع إنك أنت تاخذ حقوق عمل مسلسل وتعيد إنتاجه، ليش ما بيعملوا العمل هذا اللي قاعدين حقوق إنتاجه نحن كنص تركي أو ينتج عربيا، يعني ينتج بلبنان مثلا بلبنان أو بسوريا أو ينتج بسوريا. نعم. أو ينتج بالأردن، ليش ينتج بمصر؟ بالتالي بتضل شوي أدوات العمل الفني من إخراج وصورة ولوكيشن و إلى آخره أقرب لروحنا. نعم. من العمل التركي، عم نخص دائما إنه العمل التركي المنقول بهي الصيغة فيه هيك حالة تعقيمية ما بتشبه إنه حلو ونظيف ومرتب وما في أحلى منه. نعم. يعني في شيء هيك في شيء ما بعرف مو راكب مو ظابط، هي هي الفكره. تمام استاذ، الفنان محمد خير جراح ابدع بالكوميديا، هذا الشيء الامر مفروغ منه. برايك شو هو السبب استاذ اللي الضعف اللي عم بتعيشه الكوميديا بسوريا؟ هل هو النص ام هناك اسباب اخرى؟ والله ازمه انتاج مش ازمه نص، لانه المنتج هو اللي عم يقرر الوان واشكال العمل الفني. ما عاد في جانب الكتاب تعمل مشروع وتعمل شركة إنتاج. هلا شركة إنتاج هي بتقول له الكاتب بدنا نعمل مسلسل لهذا فلان وتعملنا فيه هاي الحكاية بهذا الشكل، اكتبها وتعال. وجيبه مخرج بقول له هذا عندك هذا العمل بدك تساوي، قبل كان المخرج هو ياخذ مشروع لشركة الإنتاج، هلا شركة الإنتاج بتجيب الكاتب تكتبه بتجيب المخرج بتقول له تفضل هذا ساوي. نعم. وهكذا بالعموم طبعا بالحالات الثانية في حالات مثل ما بقولوا عليها لكن هي حالات قليله كثير. نعم يعني هو السبب خلينا نقول شركات الانتاج بهذا الموضوع اللي عم بيكون الضعف. نعم. اذا كان في مشاكل بعالم الانتاج السوري. نعم. سبب شركات الانتاج اللي هي عم بتقرر تتحكم، وما في حدا الحقيقه جهه خلينا نقول وقائيه فنيه مرجعيه تقدر توجه او تعمل تيار او اتجاه بهذا الشيء. نعم. يكون اتجاه تنسيق اكثر يعني يكون حتى بما فيه الكوميديا، يعني سله التقنيه ما عادت موجوده، سبب انه كمان شركات الانتاج انا عشان ما لهم كثير كمان المحطات ما عم تاخذ منها
إلا نوع معين من الشغل، وبالتالي ما نعم عاد يلجأوا لهذا النوع من الشغل. نحن ما عندنا محطة وطنية قوية تقدر تشيل هيك قصة، تشيل يعني هيك السنة. محطاتنا كمان يعني على قد يعني هيك قصص. نعم أوكي، فبدك محطات تعرض لتقدر تستردي تكاليف إنتاجك، بدك محطة ناطقة، ونحن محطاتنا المحطات الناطقة ما بدها هي الأعمال تبعك من هذا النوع، بدها نوع أنواع معينة أنواع هي معينة. اللي بتوافق عليه، نعم وبالتالي محطاتنا ما لها قدرة تغطي على الأقل تكلفتها لهي الأعمال، وبالتالي ما عم بيصير أعمال إلها علاقة بالكوميديا. هذا نعم سبب رئيسي نعم يعني بيحبط اللي بيشتغلوا بهذا القطاع بهذا السبب. بهذا المجال. مؤخرا كثر الجدل حول عودتك لمسلسل باب الحارة بدور أبو بدر، شو هو الحسم ما راح بهذا ارجع، الموضوع؟ لا ما راح ارجع، هي النهاية يعني. لا ما راح ارجع، ما ضابط الحقيقه في لما مجموعه هائله من الظروف. هلا حتى العوده ومبررات العوده راح تكون يعني انفشاريه، يعني ما كثير منطقيه، دائما في لوي ذراع للحكايه. وانا برايي خالص يسكرون يعني لهذا الباب، خالص والله بوظنا قد مفاتينه، بوظنا. تمام استاذ، هلا بالختام بدنا نعرف اكيد شو هو جديدك القادم اللي عم بتحضر له؟ والله حاليا ما في شيء جديد على المدى المنظور، في افكار لمشاريع لسه الحمد لله ما صار استقرار. انا عرض عم عليك بكمل نصوص حاليا؟ باتجاه هذا مشروع النموذج الغنائي، بدي اخذه باتجاه المسرح اكثر، نعم المسرحي اكثر، وان شاء الله قريبا يكون في لي اطلاله بالشام بتعرفوا اكثر عن الطريقه اللي انا عم فكر فيها بهذا النوع الغنائي. بهذا النوع. ان شاء الله بكره اللي تابع مهرجان جرش راح نشوف انا او احنا شو راح نعمل على المسرح. كل التوفيق لك بختام حديثنا الفنان محمد خير الجراح، حبيبي شكرا يا اخي، شكرا لمشاركتك معنا على هواء إذاعة نينار. يا راسي، تحياتي لك ولكل مستمعي نينار ولكل قائمين على نينار، شكرا كل كثير لك المحبة، استاذ شكرا. محمد.